اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما ظلمنه الجنان من التصديق بها والإتيان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلحو على أهل اليقين من شر ذلك العتان وتشتيك شواهده صلى عليه. وأشهد أن سيدنا محمد الأبد الصادق في قوله وفعله والمغالب عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفره صلى عليه. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعاد الأمانة وحاد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمارا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأسمائها وأزكى التحيات وعوسائها على هذا العبد الذي وفي بحق العبودية وبرز فيها في الخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمات لله وأكبل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلى الله عليه. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بإنية الله في خصبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه ودفع دلال الشرف الأسناد بوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار ودي صحبه وسلم. روى وقليا حبائب علماء نيات حرمات ضلع الثواب أجر بركة كم من وليا أجر سبي موتا أوراك النجلا لويه بجي درات lepah pinu jimi nulia tembong alur ati ati lungguwe ojo sembrono. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa أبداني وشفيها و
sayang bahagia anak putus keluarga lamun dadi menggede perintah anak buai ojo nganti kerasa kaku sak seneng karepe dewe dadi yo sira pelindung perintah kelawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dimil kulubi wa dawaiha wa afiyatin abda dawuh kang utama senengno jiwamu lan atimu aja salah tampa pitutur kang luhur perintahe agama aja simpang siur tindak ngawur dadek no sengsara dadi ya wong agung kang minulya tumindae